Hello guys, welcome to my video. J'espère que vous allez bien. Pas d'un vidéo random, study with me. Parce que كل شيء كان very hard. كنت قلت لكم study with me, night routine, أو لا story time ديالكم. بما أن study with me كانت هي الأولى هي اللي غادي نبداو بها. أو بيان سور نيكست فيديو غادي تكون هي night routine. اليوم نهار اثنين وغادي نبداو لا سيمين ديالنا بالموتيفاسيون والهارد ورك. سو اليوم غادي نحاولوا نقراو الماكسيموم ديالنا. عاوتاني نديرو دي ريفيزيون. دونك اليوم عندي كور من 10 وربع ل 12 وربع. عندي اون بوز. اوكي ديجا ما كلتي. واش بديت كنقاد في حياتي شويه. قلت لكم غنمشي نقرا من موراها غادي نتلاقى. ليتس جو. اول حاجه كندير قبل ما كنبدا القرايه هو كنجبد النوتبوك ديالي وكنكتب ان بروغرام دو ريفيزيون اللي غادي نتبعو. كنكتب تقريبا واحد 4 ماتيغ اللي بغيت نقراهم هاد النهار واللي كيكونوا عندي هاد لا سيمين اللي مجالي نقراهم باش نوجد ليهم. من موراها كندير لا ميوزيك لوفي تشيل ندوز المينيتور وكنديرو في 5 دقائق باش كومسا نكمل كل باش 5 دقائق. هادشي كيعاوني باش انني ما نساهاش ونبقى كونسونطري ولحد الوقت قدامي. واخر حاجه كنقلب على شي ماركر يكون اتيرون شي كولور تكون زوينه اللي غاتاتيري لي لاطونسيون ملي نكون كنحفظ المره الجايه. حيت دابا غير كنراجع دونك غادي نسوليني كاع داكشي اللي مهم باش النهار غادي نبغي نحفظ غادي تجيني سهله في الحفاظه. ان فاينالي كنلونسي المينيتور ديال 5 دقائق وبيان سور لو بوت هو انك تقرا لاباج كامله قبل ما يسالي الوقت وتكون سولينيتي على كاع داكشي اللي مهم. كوم سا ما كتضيعش الوقت وكتكون افونسيتي لو ماكسيموم في لو كور ديالك. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. سالت مرات الكور الاول ودابا غادي ندوز للثاني. وهاد المره بما ان هاد الكور كله عامل فورمول غادي نجبد ورقه وغادي ندير اون فيش ريزومي فيها كاع لي فورمول. قريت واحد ساعة في الكور تاني ومن بعد جمعت حوايجي حيت قربت تطلع بيبوتيك باش نمشي للدار. I'm back guys. يلا دخلت للدار وما كاينش حاجة أكثر من الماكلة اللي غادي تقدر تفرحني دابا. Good food, good mood, إيمان happy, you are happy وغادي نتبوتيفا أونسومبل. غادي ندخل الكوزينة باش نصاوبو باستيتشو. باش نصاوبو الباستيتشو اللي غيعطينا موتيفاسيون باش نكملو القراية ديالنا. إلا كنتو بحالي كتلعيو الموتيفاسيون بالماكلة قولوا لي في لي كومونتير. خصنا 4 البطاطات غادي خصنا 2 دراسي ديال التومة. حنا كاملين عارفين بأن باستيتشو كنصاوبوه بالفخيت. لي فخيت كتجي كتقلي بطاطا ولكن إتس نوت هيلثي دونك غادي نحاول نديرو فيغسيون هيلثي. غادي نحاول نديرو غراتان دونك غادي نجيو ونقشرو البطاطا ديالنا أبخي غادي نسلقها في الماء. باش تتوقي تدير لا كريم فريش اللي فيها 12% دو ماتيغ غراس. من
من مورا ما تعشيت كملت الحفاظه ديالي، كان عندي واحد ليكزيرسيس خصني نصاوبو دونك كملته. بغيت نزيد ناكد عليكم واخا انكم عارفين بان راه ماشي سهله تكومبيني ما بين القرايه وهادشي ديال لي ريزوسيو، كياخذ لك الوقت بزاف خصوصا الا كنتي غدير المونتاج راسك. دونك انا كنحاول ندير كلشي راسي، وداكشي علاش انا كنحاول نعطيكم ما امكن اكثر لي فيديو، ولكن راه بالمرات القرايه هي اللي كتحبسني. حيت بعد ما خصك دير لي بريوريتي ديالك، خصك تورغانيزي وقتك، وبالاورغانيزاسيون هي فاش كنقدر نزيد لقدام. اللي نقدر نقول لكم هو ما تغركمش المظاهر اللي كاينه في السوشيال ميديا والحياه اللي فيك، حتى شي حاجه ما رياليستيك، يعني داكشي كامل كيديروا جاست فور ذا كونتنت، وانا هنايا باش نوريكم شي حاجه اللي حقيقيه اللي شحال من واحد فيكم كيعيشها معايا. تقدروا تكونوا نتوما دابا جالسين وغادي ديروا لي ريفيزيون ديالكم، وغادي تفكروا بان يس وي هاف ذا سيم لايف، لايك ماشي كلنا غادي نفيقوا في الصباح وغادي نمشيو نديروا الشوبينغ، ماشي كلنا غنمشيو نفيقوا في الصباح وغادي نمشيو نديروا لي فواياج، راه شي ما كاينش كل نهار. بيان سور الا خدمتي بزاف خدمتي على راسك راه بيان سور غتوصل ليها. صافي با دير ان هادشي ديال لي ريزو سوسيو ماشي خدمه، راه كيقدروا يديروا بها فلوس وكيديروا بها المشاريع لي بروجي اللي بيهم كيجيبوا بهم فلوس خرين، دونك واي نوت، مي خص الواحد يستعملها بطريقه ذكيه وماشي يتنز على الناس. ودابا ملي ساليت بغيت نهضر معكم واحد شوية شي حوايج اللي مهمين انكم تعرفوهم في القراية، هو انكم اول حاجة تكونوا في بلاصة مرتاحين فيها. دونك اول حاجة هي لونفيرونمون، ثاني حاجة هو واش نفسيتك مرتاحة ولا ما مرتاحاش، واش شابع نعاس، واش ستوكاج ديال عقلك ساتوري ولا لا، واش قادر مازال تعطي، قادر مازال تقرا، واش كتقرا وداكشي اللي كتقراه كتفهمو وكيدخلك لعقلك، ولا فريمون غير كتقرا وفي البلاصه نيت كتمسحو. المهم انك تكون مركز، لا كونسونطراسيون، تكون عندك ديك لينيرجي فهمتي انك باغي تقرا. تقدر تفيق في الصباح بكري اولا تبقى بالليل معطل بالليل وانت كتقرا، وفي الاخر غتفيق في الصباح وغتلقى راسك ما حافظ والو. ثاني حاجه هي كيفاش انت كتحس براسك، واش قادر تعطي ولا ما قادرش. وثالث حاجه هو انك ما تبداش من نيجاتيف فايبس، تجي وانت كتقول لي اللي غادي نجي نقرا وتابعني هذا الشيء وتابعني، عرفتي غتبقى اكزام ما غدير والو. الوغ كو الا جيتي وغتقول انا اللي ما غادي ندير بروغرام، غادي نافونسي من هنا لهنا، غادي نقرا هادي وهادي وهادي، يعني ادير ان بروغرام، تكون بوزيتيف، تكونوا في الدار شعلوا عليكم شميعه، ديروا الجو زوين، ديروا شويه الموسيقى الا قدرتوا تقراو الموسيقى بيان سور، الا ما قدرتوش تقراو راه تلقى راسكم كتشطحوا. لا واحد كيعرف راسو كيفاش غادي تكونسونطرا اكثر، ولكن خليو ديك القرايه تكون زوينه بجود فايبس. دوما نصائح ديالي ديال دابا، واوف كورس كاينين بزاف نصائح واحد اخرين، وكل واحد وكيفاش كيتعامل بالقرايه ديالو. مي فوالا كانوا هما هادو، كانت هادي لا فيديو ديالي الخفيفه الظريفه على القلب. الى وصلتو هنايا فاجيك فريمون اتكونوا تيموتيفيتو، وهادشي غيكون فرحني بزاف. خليو ليا كومونتير باش نعرفكم فريمون وصلتو لهنايا، خليو ليا موتيفيشن. جيسبيغ تكون عجبتكم هاد لا فيديو، نيزيتي با انكم تخليو لي زافي ديالكم في لي كومونتير، وكيما خليو لي مون سوجيستيون، كوم سا كنبغي نعرف شنو كتبغيو تشوفو في لاشين ديالي، واش بلوس موتيفاسيون والقراية لا صال وداكشي، اولا جيت ريدي وذ مي يور سوك. ما حنا غنديرو شوية من كلشي، غنديرو فريمون دوزو اليوم كاملين، كلشي يكون عجبو الحال. سوف نمشي للناس حيت غدا الصباح فايقه بكري، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بيزو هات.